كيفكم اليوم؟ أخباركم؟ كيف رمضان الصيام معكم؟ بدي أعمل أكيد محتارين يعني، بس لسه معنا وقت الساعة 3، بس بدي أعمل طبخة كتير سحرية والكل بحبها، كبار وصغار وأم مصري سمور وكلنا بنحبها. بدي أعمل معكرونة بالبشاميل بالدجاج، ما فيها صلصة بندورة نهائياً، هي بشاميل جبنة زبدة هالقصص. عندي دجاج سفاين قطعته شرحات، هلا بقلبه. عندي طبعا حليب عشان البشاميل، زبده طبعا لانه البشاميل بده زبده ما بده زيت، فيعني ما تقولوا بدنا نحط زيت ومش عارفه شو، لا هي زبده. والطحين طبعا عشان نعمل البشاميل ويطلع كثيف صلصه. انا بحب رشه ثوم معها، بحطها بقاع الصحن اللي بدي احط فيه المكرونه، افرشكم كيف مع شويه زبده بحب طعمته، وبرش شوي على البشاميل كمان. عندي اللي بجيب الطعمه طبعا اهم شيء، اهم شيء بالمكرونه اللي هي جوز الطيب، انتوا بتعرفوها، هاي هي جوز الطيب مع البشاميل بتجن، بحبوا بعض التنين، فيعني في بشاميل في جوز الطيب بتعطيكم طعم كثير مرتبه. وطبعا البصلة هلا مع تقليب الدجاج. قبل شوي هلا انا خلصت سلق المكرونه، شوف على فكره حتعملوا كل شيء بصينيه واحده بطنجره واحده، يعني مش حتتغلبوا ولا حتكركبوا البيت. طنجره واحده سلقت فيها المكرونه حطيتها تتصفى، وبعدين رشيت عليها رشه زيت عشان ما تلزق. هلا بدي احطها على الخباز، خليني اي ما هيك يبلش بالضبط يحمى، بس هذا كثير حامي. بدي احط طبعا مش انه نبدا شوية زبدة، خلينا نبدا فيها اول اشي عشان نقلب الدجاج والبصل شوية، يعني يا دوب مش هنقصر كثير. بحطها لانها لسه بدي استعملها للصلصة، فأنا بس بدي أقلب الزبدة، هي بلشت تصير فرحتها. بحط الدجاج المقطع سفاين، أنتوا فيكم تجيبوا دجاج تسلقوها بعدين تنسلوها زي ما بدكم، المهم دجاج يكون في الموضوع. فبدي أحطهم وأقلبهم، فعشان شو بقيتوا شايفين، شايفين الدجاج. طبعا نخلص ورمنا صحن الدجاج. أكيد كان في طريقة تقليد هاي واضحة، وأنتم بتتحكموا بكمية الدجاج، يعني في ناس بتحب الدجاج كثير شوي، في ناس عندك السفاير بدها دجاجة وبسلوقة وعاد نسلوها، كله بزبط، ما بتقيدوا بأي شيء طالما المكونات الأساسية موجودة فهو ضابط معكم. شوفوا على فكرة بحلفة تحصلونات فهي حطينا الدجاج، بتقرب فيها شوي لسه لانه عم تبين، بدكم تقلبوا فيهم. طبعا بدو رشة فلفل اسود، انا بحب الفلفل الاسود الفريش على طول دايما خشن، ورشة ملح لازمة، ممكن احط على فكرة رشة ثوم، ثوم زاكي بيزكي اي طبخة صراحة، فا يعني عادي. هينا قلبنا الدجاج، هلا بس تقلب الدجاجة بدي احط انا زيادة زبدة، هلا ما بعرف ايش المكونات، ايش المكونات كل وحدة حسب راحتها ايش بتحط. هلا بدي احط الزبدة عشان بدي اعمل فيها الصلصة هذا، شفتوا؟ فأنا بدي أزيدها شوي هلا على الدجاج، لأنه لسه بدي أحط عليها الطحين وبعدين الحليب. شوي يمكن نحتاج كمان زاكي بيحكي من الأبن. قبل ما تسيح الزبدة خليني أقطر البصل وألحم. طبعا البصل مكعبات يعني دايسة مش شرحات،
وفي ناس تاكل كثير ناعمه، يعني ساعات ما عندي مشكله انه عادي اكل البصل بقلب الطبخه. فانتوا برضه بتختاروا تحبون تعملوا، ان شاء الله يا رب يكون الصوت واضح. حطينا البصل هنا احطها فوق الزبده والدجاج. مع بعضه وريحة الزبدة بتشهي من البصل روعة. حلاوة هاي الطبخة أولا فيك تعمليها قبل الوقت، بتسخنيها بتبرد بتفرز، بتنعمل بطنجرة واحدة يعني ما بتطلع يجلي ولا كركبة بالمطبخ، والكل بحبها صراحة، غدا وعشا وبارد وسخن وكل شيء. طبعا بحط على الوجه هيك الجبنة فوق. هلا شوف تقلبت الدجاجة، شوفوا احلى منظر هيك. بدي احط هلا رشة طحين. هلا رشة مش عارفة ايش رشة، بس انا ممكن هاي تاخذ لها ثلاث كاسات بشاميل يعني ثلاث كاسات حليب. فبدي احط لكل كاسة معلقة طحين طافة مليانة، يعني شوفوا قد ايش هي، شوفوا مليانة طنجرة وشوها. طبعا بتحطوا الحليب هذا الطحين قبل ما تحطوا السوائل عشان ما يتكتل ويفتل يعمل كور معاكم. فاول اشي بدكم تقلبوه شوي وممكن ياخذ لون حلو يصير لون ذهبي اذا بدكم، بس مو شرط، ممكن البشر يضل بس لونه ابيض. حطينا ثلاث معالق. هلا بدي اقلبهم مع الزبده والدجاج، وشكلي بدي احتاج كمان زبده، فعادي احتاج تحطوا ما تقيدوا، وزاكي جدا ما حد يقول مش حتطلع غلط يعني. هلا يمكن انا اكثر وحده بتجيني بس تهدي زبده وبصل وتوم عن جد. فدائما اكلي يعني له طعم مميز لانه فعلا بحط فيها الاشياء. هلا قلبناها شكلها كثير حلو. بس نشوفها، شايفين الطحين الدجاجة تلبست بالطحين، صار طلع كيف منظره كله متلبس ببعضه. فهيك لما تحط الحليب بتضمن انه ما يكتل خلص. انت هيك قطعت مرحلة انه تخاف من البشاميل، بتعرفوا هي صلصة البشاميل اول امتحان للطهاة، بيعملوا لهم اياها عشان يشوفوا مقدرتهم كيف يساووا يوازنوا بين المواد. البشاميل عنا كل أريحية هلا بزبط الحمد لله. هلا بدي أبلش أدير الحليب. الحليب قلنا ثلاث كاسات، هلا هذه مفتوحة العلبة يعني مش حكمت ثلاث كاسات كاملة. فخلينا نشوف أنا عم بديرها، بعرف بدي أقرب لكم إياها شوي هون. بدكم تحركوا شوي شوي، تحركوا شوي شوي هيك شايفين، عبل ما يتشرب الطحين يتشرب الحليب. بترجع بتديروا كمان شوي وبتشرب هيك معي، بس سخون بتشرب الحليب كله كامل. المهم يكون يعني ملمسها صار صلصه. هلا انا واولادي وعيلتي بنحب البشاميل كثيف كثير، يعني زي الجبنه، زي ما لما بتقطعيها بتقطعي هيك طبقه بشاميل مش بس صلصه على الوجه. فانا بحب اكثر يعني كميه البشاميل، وبرضه برجع لكم بالاخر شو انتم بتفضلوا. هل شايفين كيف كل مره بدي افرجي تشوف كيف عم بخمر؟ لسه بدي احط له كمان طبعا ما خلصنا احنا. لما تنسوا هلا بملح وببهر اخر شيء، بدي احط كل الكاسات، يمكن بيجون ثلاث كاسات هذول لانه شاربوا منها انا يعني. خلص هيك، طنر حرك
هلا شوف، انتو عملتوا الدجاج، عملتوا الصلصه وسلقنا المعكرونه كله بطنجره واحده، يعني ما في داعي تغلبي حالك، وطنجره للتقليب وطنجره للطبيخ ومش عارفه شو، كلها مره واحده. على فكره الريحه بتشهي. بدي اعطيها شوي هلا، بس لازم اضلني احرك فيها عشان ما يجمد الطحين تحت. هلا اول ما يبلش هلا ممكن احط البهارات تبعتي، فلفل اسود. هلا في ناس بيقولوا طب ليه مش فلفل ابيض؟ انه عادي ما يبين الفلفل الاسود بالصلصه البيضاء، وين المشكله؟ فانتوا حطوا بدكم اياه، انا ما عندي مشكله، بحب اشوف انه في فلفل اسود وبحب اقرشها، غير عن فوائده طبعا الفلفل الاسود. فهينا حطينا، ممكن بدها شوي رشة ملح. هلا في اذا ما عندكم حليب سائل، في حليب الباودر بتقدروا تستعملوا، بتقدروا تستعملوا مرقة الدجاج معه اذا سالقة دجاجة وبتصفيها طبعا بعد ما بتكون سلقها بالهيل والبصل والقصص، بتصفيها بتستعمليها هي مع الحليب الباودر بدال الحليب السائل، فبتطلع عندك برضه هيك طعمتها مركزة. شايفين هلا ببلش يجمد. هلا بدي ابلش ابشر. شو ما حلوه ابشر كثير. ابشر بدي ابشر الجوز الطيب، بس هي مقشره. شوفوا في وحده مقشره وحده مش مقشره. هلا بس اعمل مقشره اوريدي ابشر، يمكن محتاج وحده على فكره. شو ما احلى بيجي كله. ما تجيبوا، انصحكم ما تجيبوا مفروش وجافه لانه بتروح طعمتها، فقلتوا جيبوا وانتوا قبلوش يعني الله بعينكم، او اطحنوها اذا عندكم مطحنه، بس انه كل يعني كل طبخه بتستعملوا لها فريش مبروشه. شوفوا هلا ما طعمتها، ريحتها روعه، هي بلشت تجمد. فرشيتني كيف صار التكستشر تبع الحليب، شوفوا بلزق على المعلقة. هلا ببلش يخبر. هلا بدكم تشوفوا بلحظتها، إذا لقيتوها كثير جامدة بتزيدوا حليب، لقيتوها لساتها طرية بتزيدوا شوية طحين وفورا بتحركوها، بس بدكم تتحركوا عشان ما تكتل معاكم. بس أنا ملاقيها منيحة، يعني كل كاسة كل كاسة حليب على معلقة طحين معاها معلقة زبدة. يلا عشان أريحكم بس إذا زدتوا من الزبدة عادي ما في مشكلة، عشان أريحكم اللي بحبوا، أنتوا كثير بتحبوا المقادير، يعني أنا ما بعرفش أشتغل بالمقادير. خلص هي هيك نحط عليها جوز الطيب، الملح، الفلفل الأسود. خلص احنا صار عندنا هلا بهاي باللحظه اللي قبل، انا نسيت اقول لكم، بتعرفوا انا عندي والله نسيت، اذا عندكم مشروم حطوا مشروم اذا بتحبوه مع تقريبة الدجاج بالاول وحده مع الزبده والبصل الدجاج، فيكم تحطوا. شوف انا عندي هلا خلص بدي شوي شايفين شو كيف صارت بتبقبق. هلا بدي ادير عليها المعكرونه اللي انا كنت سلقها قبل شوي، بحطها دايركت عليها بنزل. انا انه لعائلتي استعملت تقريبا 300 جرام، يعني نص الباكيت وشوي، نص الباكيت وشوي استعملت. فهلا ببلش كله بتتخربط مع بعض، على فكره بهي اللحظه بتكون جاهزه للاكل. أشوف بأسرعها، أقل من 10 دقايق كنا مخلصين صح؟ أهم شي تكونوا سالقين المعكرونة. شوفوا أحلاها في المنظر. هيك بنكون خلصنا، حطينا كل شيء. أي إضافات تانية بتقدروا تضيفوها أنتوا، بس أنا بلاقيها هيك ممتازة. ممكن نحط لا عارفه انا بدي اخلي الجبنه على الوجه، ما بدي اخلطها فيها، بس فيكم تحطوا طبعا.
فيكم تحطوا هلا في ناس رح يقولوا انه او يخربطوا بين الوايت صوص والبشاميل. واي ديفرنت البشاميل شيء والوايت صوص شيء ثاني. الوايت صوص هي كريمة الطبخ ما بيكون معها اي شيء ثاني ولا بتتخمل ولا شيء لحالها اللي بتعطي الطعم وبتعطي الثيكنس تبع الصلصه. البشاميل هو عبارة عن طحين زبدة الروح هاي العجينة بدنا نحط ملح صار عندك بشاميل. ضعت فيها أنا هاي خلاص وهلا بدي أديرها. أحط كمان رشة ثوم على هاي على الزاكة بيجي وعلى هاي الطنجرة اللي بدي أسكب فيها بس خليني هيك أحط الشاي هون بدي الجاط انا عندي هذا الجاط بدي احط فيه برضه يا جعنة ستة ما تتخيلوا طعمة ستة شو بتزكي بالاكل صراحة اشي خطير. بحطها بالقاع مش اشي كتير شوفوا يا دوب هيها بحطها بالقاع بعرفش ليش بس نحطها ارش عليها رشة الثوم. هاي الثومة المجففة ديروا بالكم في بالسوق هاي المجففة اللي هي بس ثومة محمص مجففة ومطحونة ومحطوطة في مرتبانات بعمل اشتعال بس انه هاي بحبها حتى ريحتها الثومة مركزة. وفي بالسوق هذيك مرة كانوا الصبايا بيحكوا عنها بتنشف معاهم او بتكبتل وهي مخزنة هذيك فيها بيكون نشا يا دوب طعمة التومة فديروا بالكم إذا بدكم تومة أصلية هذه هي تكون لازم بس مبروشة مجففة ومطحونة. هلا خلصنا هلا بدي أدير شوفوا بسم الله هاي كمية بتكفي 4 أشخاص مع شوربة وفتوش وشوية هيك حبشت غنات رمضان ممتازة. حاسس صحون هذا هو ما في شوفوا محلى شايفين قد سهلة يعني عن جد فيكم قبل بساعة زمن تفوتوا وتعملوها. خلصنا هون وخلصنا شيء رهيب لو تشم الريحة زبدة مع جوز الطيب مع البصل شيء روعة. هلا في بهاي الحالة ممكن تعملوا كمان كاسة بشاميل أو تنتين وتحطوها فوق فبصير زي طبقة الجبنة بعدين فوق الجبنة اللي بريحكم بس أنا مكتفية وممكن أعملها فكرة بس لا خلص هيك بكفي بلاش أقلقكم كثير البشاميل. وهنا بدي أرش عندي الجبنة الموزاريلا المبروشة لا هلا ممكن ابرشها هلا بس انا ما بدي احطها هلا عشان لسه سخنه لسه احنا بكير فبتخاف كلها تتشرب. بحط هاي الجبنه قبل ما اشويها بحطها بالفرن بولع الفرن عليها بتكون فرن حامي فهي بتسخن وبتسيح الجبنه وبتكون جاهزه. فانا عرفتوا بصور لكم اياها ان شاء الله. في كمان شيء بدي احكي هلا احنا خلصنا بكير هلا انا طلعت الدجاج السفاين يعني كثير وزاد عندي يعني طلع كمية من الفريزر. هلا عشان تسهل تقطيعها قطعوها بعد يدوب شوية تسيح من الفريزر بتسهل عليكم تقطعوها بالسايز اللي بدكم اياها بتطلع معكم نحيفة كمان بس تكون شوي بلشت تسيح مش ساحت على الاخر من الفريزر. كمان بدي اعمل فيها انا هذيك المرة عملت الرقاق التونسي البسطيلة بسموه او ايش له اسم او زي الكولاج تبعنا برضه. هاي بنحشى غير انه اذا ممكن احشيها جبنه او جوز اشي حلو بدي احشيها دجاج وبصل وثوم هيك مقلب وكثيف مع المرقه تبعته هيك تكون شاده وبحطها فيها وبعملها على البسطيله وبقالب. هاي لازم افرجيكم اياها. ممكن اعملكم كمان صوره كيف تعملوا راس الكولاج كثير سهله على القلايه بالفرشاه يعني بتطلع معكم رقيقه كثير.
وانا هيك خلصت بفرجيكم اياها بس تتحمر وتستوي على الفطور، ونشوفكم ان شاء الله. يلا صحه وهنا. على فكره بس ثلث ساعه اخذت، ربع ساعه قر حكي يمكن. يلا نشوفكم على خير، وين بودعكم هيك منهم، باي.